أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن طرح برنامجها الأول فريق البحرين للفضاء، وقد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد المشرف على الهيئة أن البرنامج يهدف إلى اجتذاب النخبة من بين الكفاءات الوطنية في مجموعة من التخصصات العلمية والتي سيعول عليها في تنفيذ حزمة من المشاريع المتعلقة بالفضاء بعد إتمامهم لعدة برامج تأهيلية وتدريبية في المملكة وخارجها لتطوير خبراتهم ومؤهلاتهم في هذا المجال. لقطاع ومجال الفضاء وعلومه جاء عبر رؤية ثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لهذا القطاع من دور في وإسهامات في دعم التنمية المستدامة لجميع الدول. معظم الدول العالمية اليوم في مختلف المناطق استثمرت بشكل كبير في تطوير القطاع الفضاء وعلومه، بعضها بدأ قبل عقود، بعضها بدأ قبل سنوات، وبعضها يبتدي وبعضها للحين ما بدأ. طبعا اسهاماته بتكون عديدة في جميع القطاعات الاقتصادية اليوم، استخداماته متعلقة بالاتصالات، استخداماته متعلقة بالاستشعار عن بعد، في تطوير كافة القطاعات اليوم، الأمور البيئية، الزراعية، التخطيط، كلها تحتاج معلومات الفضاء والأقمار الصناعية ممكن توفر الكثير من المعلومات. بنبتدي بهالبرنامج اللي هو فريق البحرين للفضاء، اختيار أفضل عناصر، لازم ناس حابين القطاع عندهم درجات علمية عالية، بحيث أنهم بيتم الاستثمار فيهم وتدريبهم في البحرين وخارج البحرين، بحيث أنه يكونون نواة الفريق المستقبلي. ما في شك أنه راح نتعامل مع العديد من المؤسسات العلمية والدول سواء كان في البحرين وخارج البحرين. نتمنى قريبا إن شاء الله على نهاية السنة نعلن عن برنامج دخول مملكة البحرين للفضاء بإطلاق قمر صناعي بحريني. الحمد لله نعمل أيضا مع جهات مختلفة لدعم هذا القطاع. القطاع يحتاج يعني مثل ما يقولون موارد مالية أيضا، ولكن احنا نعتقد أن القطاع الخاص له دور في مساهمة في تطوير هذا القطاع لما له من دور وطني كبير. تمكين أيضا بينت استعدادها لمساعدة البحرين في الدخول إلى قطاع تطوير قطاع الفضاء وعلومه. نتواصل بشكل مستمر مع جميع المؤسسات التعليمية في البحرين سواء كان جامعة البحرين، البوليتكنيك، لأن لابد أن احنا ننشئ قاعدة كبيرة في هذه المؤسسات، هي اللي راح تطور للمستقبل. وإن شاء الله خلال الفترة القادمة تسمعون أخبار جيدة.